بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا سابع رح نبلش في درس جديد اللي هو القصور الأموية في الأردن، صفحة 58. بدي إياك تعرف إنه الأردن اشتهرت ببناء القصور والقلاع، وخاصة في البادية الأردنية بسبب موقعها الممتاز. هلأ، من أهم أسباب بناء القصور يا مس: 1. استخدامها كأماكن استحمام وراحة وصيد وترفيه عن النفس. 2. استخدامها مراكز إدارية وسياسية لاجتماع اللي هو القائدين واجتماع الأمراء فيها. وآخر إشي، حنين الأمويين حياة البداوة والفروسية باعتبارها اللي هي ترفيه عن النفس. من أهم الأمثلة على القصور الأموية في البادية الأردنية قصير عمرة، بني في عهد الوليد بن عبد الملك. أهم إشي تعرف في أي عهد بنية. من أهم مميزاته وخصائصه يا مس: تمتاز جدرانه بالرسوم والنقوش الجميلة التي تمثل الحيوانات كالأسود والنمور. وبديك تعرف كمان أنها تتزين أرضية قاعة الاستقبال والغرف بالفسيفساء. إيش يعني الفسيفساء؟ هي عبارة عن أحجار صغيرة ملونة مصفطة بجانب بعضها البعض. وأيضا توجد قبة فلكية داخل القصر وبئر ماء. أما قصر المشتى يا مس، بني في عهد الوليد بن يزيد، وميزاته يحيط بالقصر سور خارجي مربع تدعمه أبراج اللي هو نصف دائرية. بدي إياك تعرف كمان القصور كانوا أحيانا يستخدموها للمراقبة. ومبني من الأجر المشوي. إيش يعني الأجر المشوي؟ يعني هو خليط من الصلصال والطين مع بعضها البعض، ثم بقوموا بتعريضه لوين؟ لأشعات الشمس. يعني كانوا يصنعوا الطوب بهاي الطريقة وتزين واجهته بالزخارف. أما بالنسبة لقصر حرانة يا مس، بني في عهد الوليد بن عبد الملك، وسمي قصر حرانة بهذا الاسم لأنه بني في وادي اسمه وادي حرانة. هسا الحرة، شو يعني تعريف الحرة يا مس؟ هي أرض مليئة بالحجارة الصوانية على سطح الأرض. شو يعني الحجارة الصوانية؟ يعني حجارة حادة ومدبدبة أطرافها يا مس. هلا فسر توجد الشقوق في هذا القصر ليش؟ كانوا بالعمدن اللي هو يقوموا بعمر حفر وشقوق في هذا القصر للضوء وللتهوية ورمي السهام في حالات الحرب. أما قصر الحلابات يا مس، يتألف من مجموعة من الغرف والقاعات تتوزع حول ساحة اللي هو مكشوفة، حفر فيها اللي هو خزان لجمع مياه الأمطار واستخدامها في كافة المجالات. هلا قصر الموقر، من اسمه الموقر، يقع في منطقة الموقر. وجدت على جدرانه كتابات بالخط الكوفي. هلا قصر الطوبة يا مس، بني في عهد الوليد بن يزيد، ويقع في جنوب شرق عمان على الطريق التجاري بين